إذن اليوم الدولي للشباب يمثل مناسبة سنوية لحشد الجهود من أجل تمكين الشباب حول العالم والاستفادة من طاقاتهم وإمكانياتهم بوصفهم أداة التغيير والتطوير الأساسية في المجتمع المعاصر. ويتناول اليوم الدولي للشباب هذا العام موضوع التضامن بين الأجيال من أجل مد جسور التواصل وخلق مجتمع قادر على احتواء الجميع من كافة الأعمار. في التقرير التالي نستعرض جوانب من اهتمام دولة الإمارات بشكل عام وإمارة الشارقة بشكل خاص بتمكين الشباب. نحن هنا في الشارقة كل عملنا منصب على الفرد من بداية طفولته إلى أن يصل إلى آخر عمره. ذلك من أراد أن يطور مجتمعا فليؤسس على الإنسان. هذه الكلمات تؤكد أن أفضل استثمار للمستقبل شباب اليوم. فالشارقة وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وحرمه سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، تعمل الإمارة وما يقارب 5 عقود وما تزال في البناء. فالسر ومصدر القوة يكمن في الشباب، فبسواعدهم تبنى الأوطان. لذلك وضعت الإمارة الباسمة رهانها الأكبر فيهم بوصفهم عنصر إحداث التغيير نحو المستقبل المشرق. فكان إشراكهم في البرامج المجتمعية والبرلمانية والثقافية والفنية من أهم أولويات الشارقة التي بدأت بإنشاء مراكز الأطفال والناشئة وسجايا فتيات الشارقة، مروراً بتأسيس مجالس شورى شباب الشارقة، ناهيك عن تنظيم المبادرات والبرامج المعنية بهم، ليكتمل العقد الفريد بتأسيس مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين. المؤسسة الإماراتية الأولى عربياً وإقليمياً تعمل على بناء وتطوير شخصية الإنسان على مدى 25 عام. نحن محظوظين اليوم بوجود مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين اللي تنضم لها 4 مؤسسات شقيقة هم أطفال الشارقة، سجايا فتيات الشارقة، وناشئة الشارقة، والشارقة لتطوير القدرات التطوير. جميع هذه المؤسسات اليوم تسعى لخلق جيل واعي ومؤثر وفق رؤى واضحة من رئيسة المؤسسة الله يحفظها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي. نحن نحتفل بالشباب كل يوم، نحتفل فيهم لأن نحن نؤمن بأنهم هم عماد المجتمع وهم المستقبل. نعم، فالشارقة تؤمن بأن ثروة دولة الإمارات تكمن في قوة الشباب، لذلك لم تغفل عن دعم هذه الفئة اقتصادياً، إذ تحتضن الإمارة عدة جهات تساند الشباب في مجال ريادة الأعمال والمشاريع التجارية في كافة المراحل، بحيث تعد رواد أعمال للمستقبل عبر إعطائهم الفرص لمشاريعهم لتكون على أرض الواقع. إذن تلك الجهود والشواهد بالشارقة في دعم الشباب ما هي إلا غيض من فيض، وما هي إلا تكملة لجهود الإمارات التي تؤمن بالشباب والاستثمار فيهم، حيث اتخذت الدولة خلال السنوات الماضية مجموعة من الخطوات لتفعيل مشاركة الشباب وتعزيز روح القيادة لديهم، كما وعززت الدولة حضور الشباب في المنطقة والعالم عبر إطلاقها للاستراتيجية الوطنية للشباب. ولم يقتصر اهتمام الإمارات بالشباب على الجانب المحلي، بل تعداه إلى المستوى العربي عبر إطلاق مركز الشباب العربي الذي يمثل مركزاً إقليمياً للشباب في الدولة، ويساعد على تطوير قدرات الشباب ويدعم الابتكار والإبداع في العالم العربي. وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف نورة آل علي رئيس مجلس الشارقة للشباب. أهلا وسهلا بك نورة. يعني بداية نهنئكم بمناسبة اليوم الدولي للشباب. لو نستذكر معك الدعم الحكومي المقدم للشباب عامة ودور مجالس الشباب في تمكين الشباب. أهلين وسهلين، شكرا على الاستضافة ولو أنها كانت عن بعد. حابة أشكركم وأشكر القيادة الحكيمة على تهنئتها للشباب وعلى دعمها للشباب. لو نتكلم في البداية عن دعم الحكومة للشباب، أظن أن حكومة الإمارات بشكل عام منذ تأسيس الإمارات كانت تهتم بالشباب وتشوف أن رفعة الوطن دائما تكون تمكين الشباب. لو ندخل أو نتعمق أكثر على الحكومة المحلية لإمارة الشارقة، فالشيخ سلطان الله يحفظه وحرمه الشيخة جواهر الله يحفظها ويطول في عمرها ما قصروا
مثلا الشيخ سلطان دائما نشوفه يتابع امور الشباب، حتى دائما يوصي الشباب على انهم يعملون ويطورون وما يفقدون الامل. اما بالنسبه للشيخ جوار نشوف دائما المؤسسات التابعه لها واللي تمسكها واللي تراقبها عن كذب دائما تهتم فيها في الشباب، تمكن الشباب من خلالها وايضا تعطي مجال للشباب انهم يبرزون من خلالها. نعم، كونك واحدة من هذه المنظومة المهمة، كيف تنظرون لدعم الشارقة للشباب وخاصة أن لها ريادة في هذا المجال؟ دعم الشارقة لا محدود ونحن نفتخر فيه ونشكر الحكومة دائما على هذا الدعم. أتكلم عن نفسي أنا كشاب، أني أشوف أن الحكومة معي دائما وتدعمني في كل شيء أحتاجه، وأي شيء ممكن يتطلب الشاب نشوف الحكومة دائما تبادر أنها تحل، إذا عنده تحدي تحل هذا التحدي أو حتى توفر له الفرص. فإحنا دائما نشوف أن الدعم موجود حتى لو نحن ما نتكلم عنه نحس به. وبالنسبة لنا نحن كدور مجلس الشارقة للشباب أظن أن دورنا يتفرع من دور الحكومة، نحن نشوف الفرص اللي تخلقها الحكومة ونخلق نفسها ونحن حتى نوصلها للشباب. نعم، إذا نورة العلي رئيس مجلس الشارقة للشباب، شكرا جزيلا لك.